والآن ندعو معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ليلقي بحثه. شكرا. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى رسل الله أجمعين. بداية نتوجه بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر واهتمامه بمخرجاته، كما نتوجه بكل الشكر والتحية والتقدير لمولانا فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على جهوده في خدمة الإسلام والمسلمين والقضايا الوطنية، وعلى متابعته الدقيقة لكل أعمال هذا المؤتمر مما أدى إلى خروجه في هذه الصورة التي نحن عليها الآن. ونرحب بحضراتكم جميعا وألخص كلمتي حول التمييز بين ما هو عقدي وشرعي وأخلاقي في نقاط وفق الوقت المتاح. أما من جانب العقيدة فننظر إليها من زاويتين: الجانب الأول حرية المعتقد وقيام المنهج الإسلامي على الإيمان بالتنوع والاختلاف، وأن التنوع سنة من سنن الله الكونية، حيث يقول الحق سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. هذا التنوع يجعلنا نؤمن بأنه لا حمل على المعتقد ولا إكراه على المعتقد ولا قتل على المعتقد. وإذا كنا أو كان المنهج الإسلامي لا يحمل الناس كرها ولا عنة على أصل الدين، فمن باب أولى ألا يحمل الناس عنة على فروعه، وهذا من أخطاء الجماعات المتطرفة التي تحاول حمل الناس كرها على الفروع فضلا عن محاولة حملهم كرها على الأصول. أيضا بمفهوم المخالفة، إذا كنا نتيح للآخرين حرية المعتقد في أصله فمن باب أولى أن يتاح لهم حرية إقامة الشعائر. وفي حوار مع بعض المثقفين سألوا: هل القضية هي حرية المعتقد أو حرية إقامة الشعائر؟ فقلنا: إذا سمح الإسلام بحرية الأصل فمن باب أولى أن يسمح بالفروع لأصحاب الديانات المختلفة بإقامة شعائرهم. هذا هو الجانب الأول. الجانب الثاني: إذا صحت العقيدة، بمعنى أن النية كانت خالصة لله عز وجل، صح ما بعدها من العمل. أما إذا فسدت العقيدة كما تقوم بعض الجماعات الإرهابية أو المتطرفة باتخاذ الدين غطاء لعملياتها وأفكارها المتطرفة، إذا فسدت العقيدة فسد ما بعدها. وقد سئل الحسن البصري: أمؤمن أنت؟ فقال: إن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فأنا مؤمن، وإن كنت تسألني عن قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فلا أدري أنا منهم أو لا.
هذا في جانب العقيدة. فإذا ما جاء إلى جانب الشريعة فقد وفت كلمة فضيلة الإمام الأكبر القول وافيا بالتأكيد على أن هناك ثوابت لا تمس في جوانب العبادات، وأن ما جاء من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال صلوا كما أيتموني أصلي أو خذوا عني مناسككم، هذا من الثوابت التي لا يمكن المساس بها، وأن إنزال الثابت منزلة المتغير هدم للثوابت، في حين أن هناك متسعا كبيرا للمتغيرات. وكما ذكر زملاؤنا أيضا وأستاذنا الدكتور أحمد عمر النص القرآني وما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت مسلم مقدس لا مساس به، والكلام في فهم النص أو فيما كتبه العلماء حول النص. وفي جانب المتغيرات هو متسع في كثير من المعاملات وفي بناء نظام الدولة وأنظمة الحكم وما شابه ذلك. هذا ابن القيم أحد عمدة كبار الشيوخ السلف يقول من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب دون مراعاة أحوالهم وظروفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم فقد ضل وأضل. وهؤلاء الفقهاء على الجملة قالوا نحن اجتهدنا لعصورنا لعصرنا وزماننا وظروفنا، فإذا ما جاء زمانكم فانظروا، فإن وجدتم الأحداث والوقائع والمناطق وجدتم كل ذلك متشابها فهو لنا ولكم، أما إذا تغيرت الظروف أو الأحوال فإجمع أهل العلم على أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الحال، وأن ما كان راجحا في عصر ما أو زمان ما أو بيئة ما أو حالة ما قد يصبح مرجوحا إذا تغير الزمان أو المكان أو الحال أو البيئة أو الصفة. هذا جانب. أما النقطة الأخيرة وهي قضية الأخلاق، فإذا كانت المقدمات صحيحة أسلمت إلى نتائج صحيحة. وكنت قريبا في إحدى الدول الشقيقة وقال أحد الجالسين أنا أتعجب وأتساءل، أنا هنا إذا كنت في بعض الدول العربية أو الإسلامية ودخلت المسجد ربما لا أكون آمنا على حذائي أو أخرج فلا أجد الحذاء، وإذا ذهبت إلى بعض دول الأخرى التي ليست بها أغلبية مسلمة ولا تدعي الإسلام ربما تركت هاتفي أو حقيبتي والكثير من المتاع دون أن يمس، فما الذي حدث وكيف أصبنا في أخلاقنا؟ لو كانت العقيدة صحيحة والعبادات صحيحة ونحن على خط العقيدة الصحيحة ونؤدي الشعائر أداء نتقي الله فيه لأسلم ذلك إلى أخلاق صحيحة. وذلك يرجع إلى نقاط، منها ما الجانب الأول أن الجماعات الإرهابية والمتطرفة عنيت بالتدين السياسي والتدين الشكلي على حساب الجوهر، وأصبح الولاء التنظيمي وقضايا الولاء والبراء مقدمة على كل القيم والأخلاق، حتى أنه أصبح في أدبياتهم أن الغاية الكبرى تبرر الوسيلة أي وسيلة كانت، فشيوخ هذه الجماعات ومنظروها يمكن أن يتقبلوا الكذب أو الافتراء من بعض عناصرهم ما داموا على الولاء التنظيمي. الجانب الآخر ما أشار إليه فضيلة الإمام الأكبر أيضا من أن هجوم بعض الحانقين على الدين والتشويه منه، لأننا نؤكد أننا هنا وفي مثل هذا المؤتمر وفي كل لقاءاتنا نواجه التطرف بشقيه، نواجه التسيب بنفس القوة التي نواجه بها التشدد، ونؤكد أننا إذا أردنا أن نقتلع التشدد من جذوره لابد أن نواجه التسيب والانحراف الأخلاقي والقيمي بكل قوة وبنفس الحسم، فكلا طرفي النقيض ذميم. ولذلك نجد أن الجماعات الإرهابية والمتطرفة اختطفت وزيفت كثيرا من المفاهيم، مثلا
منها مفهوم الصحوة. فالصحوة في منظور الجماعات الإرهابية والمتطرفة كما تعلمون تقاس بمظاهر معينة، ربما تكون هذه المظاهر لها ذات أصل في السنة أو نحوها أو لا أصل لها حتى، لكن القياس عندهم بالشكل والمظهر. فإذا كسر في الشارع أو الطرقات أصحاب مظهر ما أو سمت ما ينتمي إلى هذه الجماعة فهذا هو مقياس الصحوة عندهم. مقياس الصحوة بعدد أتباع هذه الجماعات المتطرفة، أي صحوة لأمة لا تنتج غذاءها ولا طعامها ولا كساءها ولا دواءها ولا سلاحها. وختاما نؤكد على أمرين: الأول، لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا. فإن تفوقنا في أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا. الصحوة ليست في الشكل التي حاولت بعض الجماعات أن تفرضه عنوة وكرها على المجتمعات، في حين أننا أكدنا أن الإسلام لا يحمل الناس كرها لا على الأصول ولا على الفروع. ومن هنا سوقوا مفاهيم نختم فيها بقضية حيوية. ونحن هنا في الأزهر الشريف، وأكد فضيلة الإمام فيما استمعنا إليه أن الأزهر كما يدرس الفقه والتفسير والحديث فإنه يدرس الطب والهندسة والصيدلة. وربما تساءل كثيرون: ما للأزهر وما للهندسة وما للصيدلة؟ نحن نفهم ديننا فهما صحيحا، فكل الآيات التي جاءت في شأن العلم والعلماء هي في مطلق العلم النافع. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، لم يقل من سلك طريقا يلتمس فيه فقها أو تفسيرا أو حديثا، وإنما أطلق مطلق العلم. وعندما يقول الحق سبحانه: فاسألوا أهل الذكر، لم يقل اسألوا أهل الفقه ولا أهل التفسير، وإنما يعني اسألوا أهل الاختصاص. نسأل أهل الطب في الطب، وأهل الصيدلة في الصيدلة، وأهل الهندسة في الهندسة. ومن هنا من أزهرنا الشريف نؤكد أن ثواب تعلم الطب لا يقل عن ثواب تعلم الفقه، وأن ثواب تعلم الهندسة لا يقل عن ثواب تعلم الحديث، وأن في أيهما أفضل حيث تكون حاجة الأمة وحاجة المجتمع. لو ساد الجهل الديني وكانت الأمة في حاجة إلى علماء وفقهاء كانت الأولوية للعلم الشرعي. أما إذا كان في الأمة من العلماء والفقهاء والمفسرين والمؤرخين ما يكفيها وكانت في حاجة إلى أطباء، فالأولوية يكون الصواب تعلم الطب، سواء كان فردا عينيا أم كفائيا مقدما. لأن هذه النظرة التي حصرت العلم فقط في العلوم الشرعية دون العلوم التطبيقية، ربما كان وراءها قصد تخلف الأمة عن ركب الحضارة. ومن هنا يسير الأزهر في الجانبين، في حمل لواء العلم الشرعي ورمزية العلوم التطبيقية والأخذ بنصيب وافر. هذه الصحوة الحقيقية، صحوة الأمم، ليس بهذا الشكل الذي تحاول الجماعات أن تفرضه تدينا شكليا مفرغا من الجوهر والمضمون. الصحوة الحقيقية يوم أن نملك كلمتنا وننتج دواءنا وغذاءنا وسلاحنا ونكون أمة في ركب التقدم بين الأمم. هذا هو المفهوم الحقيقي للصحوة. الصحوة الحقيقية أن نجد الصدق والأمانة والوفاء، وأن نجد صحيح الأخلاق، وأن نحقق المقصود الأسمى لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. نتمنى إن شاء الله لحضراتكم وللمؤتمر كل التوفيق، ونؤكد أنه خطوة في قضية التجديد، فالتجديد عملية ديناميكية بدأت وتستمر. وطالما أن هناك مستجدات عصرية وقضايا حديثة فسيظل قطار التجديد سائرا وبقوة بقيادة أزهرنا الشريف وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه الكلمة الطيبة الشاملة والمتميزة والتي حظيت بإعجاب الجميع لاحتوائها على كل ما يطمح إليه المسلمون اليوم من تجديد في الفكر وتجديد في كل ما يمس حياتهم، والدعوة الصريحة منه إلى أن تعمل الأمة حتى تتفوق على كل الأمم الأخرى، وهذا ما تهدف إليه دعوة الإسلام. شكراً له على هذا التطواف بنا في كل المجالات، وشكراً لشيخ الأزهر الذي بدأ هذه الدعوة ونادى إليها بصوت أسمعه إلى الجميع. الله تبارك وتعالى يتولى توفيقنا لنصرة هذا النداء إن شاء الله. كل الدول الإسلامية والإفريقية والدول الإفريقية المسلمة كلها كانت منتظرة لتسمع مثل هذا النداء، وقد سمعته، وإن شاء الله لم يبق إلا الإجابة وهي مجيبة بإذن الله.